تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة السباق التأهيلي للموسم الجديد للقدرة لمسافة 80 و40 كيلومتر والذي حظي بمشاركة كبيرة وواسعة من قبل مختلف فرسان الإسطبلات المحلية إضافة إلى مشاركة وجوه شابة خاصة من الآنسات. وبمناسبة انطلاق السباق التأهيلي للموسم الجديد للقدرة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن السباق التأهيلي للموسم جاء قويا في جميع مراحله مع مشاركة نخبة من فرسان المملكة الذين ساهموا في إعطاء السباق طابعا فنيا قويا خاصة بعد أن شهدت منافسة عالية، مشيرا إلى أن السباق جاء قويا مع انطلاقته في المرحلة الأولى التي شهدت اندفاعا وسرعة من غالبية الفرسان الذين ساهموا في الإثارة وتهيئة الأجواء ليكون سريعا مع انطلاقته. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته بدخول العديد من الوجوه الشابة من الفرسان في السباقات، وهو الأمر الذي يؤكد بأن المملكة قادرة على إنتاج فرسان لمواصلة مسيرة التقدم لرياضة القدرة التي حققت العديد من الإنجازات في السنوات الماضية، مشيرا سموه إلى أن الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أعد ومنذ سنوات طويلة خطة لإدخال الوجوه الشابة في سباقات القدرة وهو يجني ثمار هذه الخطة الطموحة. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المشاركة الواسعة من قبل الفرسان ساهمت في خلق أجواء من المنافسة القوية والمثيرة، وجميع الفرسان أكدوا النوايا التنافسية لهذا الموسم من خلال هذا السباق التأهيلي إلى جانب قوة الجياد التي شاركت بها في منافسات السباق التأهيلي، مشيرا إلى أن الفريق الملكي قام بإشراك العديد من الجياد في هذا السباق والهدف تأهيل الجياد للمشاركة في السباقات المقبلة خاصة في سباق افتتاح الموسم مساء 23 نوفمبر الجاري. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن السباقات المقبلة ستكون فيها المنافسة قوية من قبل الإسطبلات وهذا حق مشروع للفرسان. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن ارتياحه من النتائج التي حققها الفرسان المشاركون في السباق التأهيلي.